اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناه حمزه ذا فيبر. طبعا استخدام الفيب هو بيبقى بديل للسجاير او للشيشه. مؤخرا التطور الكبير اللي كان حاصل في البوت سيستم الصغير بقى مطابق جدا للسجاير بصراحه. جهاز صغير نفسه ضيق بيديك احسن اداء تقريبا ممكن يخليك تبدل السجاير دي. وبالنسبه للشيشه بقت فيه المودول تانك الكبير اللي هو بيطلع لك دخان كتير وبيشتغل على الوات كتير، او البوت سيستم الاصغر حجما شويه. ولكن دايما مستخدمين الشيشه كانوا بيشتكوا من افتقادهم لاحساس الكركره، احساس كده ان هو حاطط الشيشه قدامه وماسك اللي وبيكركر، هو عايز يعملها في الشيشه ولكنها مضره. فهل ممكن تعمل في الفيب؟ ده اللي هنجاوب عليه النهارده. شركة أسباير كنا اتكلمنا عنها الفيديو اللي فات ان هي شركة قديمة جدا جدا، وكانت من اوائل الشركات اللي انتجت تانكات من ايام بقى العصر القديم 2013 و14 و15 ايام المد والتانك والصاب اوم يعني. وعملوا اختراع جديد مخصوص للناس اللي احنا قلنا عليهم دول، اللي عايز يحس باحساس الشيشة بس من غير الفحم والقطران واول اكسيد الكربون وكل البلاوي السودة بتاعت الشيشة. فعملوا ايه؟ ده البروتس ميني، ويعتبر الاصدار الثاني من بعد البروتس نيو اللي هنشوفه برضو دلوقتي في الانبوكسنج، بس كان حجمه اكبر شوية. ده اصغر حجما وبينور وفيه شوية حركات كده ودلع. الفكرة في الجهاز ده ان هو اسمه هوكا هيد، يعني راس بتركب على السيتاب الطبيعي بتاع الشيشة، بس بتستبدل الحجر اللي بيتحط فيه بقى المعسل والفحم والكلام ده كله اللي بيجيب بلاوي سودة. بتستخدم هيد بتحط فيها كارتريج، بتحط فيها ليكويد عادي جدا بتاع الفيبينج، وتبدأ تخوض تجربة الشيشة والكركرة ولكن من غير فحم. خلينا نعمل انبوكسنج وبعد كده نجرب الجهاز واقول لكم رايي فيه. دي كده شكل علبه البروتس ميني، وفي الشكل ده اختلافه عن الشكل القديم اللي هو النيو ان العلبه بتبقى متلونه باللون بتاع الجهاز اللي جوه. هوريكم برضو ايه العلبه التانيه بيبقى شكلها عامل ازاي، بس في النيو بتبقى هي كلها لون واحد وكاتب لك كده اللون في حته جانبيه. هنا مبين اللون طبعا ان هو هيبقى احمر. دي العلبه بتاعتها. هنلاقي بقى ايه الهد الهوكا هد كده قدامنا هنا، هنبص عليها ومن تحت طبعا بتبقى مجوفه كده علشان تركب على اي جهاز شيشه. الملحقات بقى اللي بتيجي معاها، بتيجي الوصله دي بنوعها ايه جلد كده، ودي اللي بتركب في الجهاز من تحت علشان بعد كده تركبها على اي شيشه، وبيجي معاها واحده تانية زياده شكلها بيبقى كده، وبيجي معاها كابل للشحن تايب سي طبعا. بتيجي معاها بقى الكارتج دي اللي هي بتملى لحد 10 مللي ليكويد، ولكن مش بتملاها كلها هشرح لك دلوقتي. وبيجي كويل راكب اوريدي مقاومته 0.25. دي كده الكارتج اللي بتركب على الهيد. في الكارتج بقى الاير فلو موجود من فوق، انت لما بتلف الجزء ده بتتحكم في كميه الهواء اللي تدخل هنا كده، دي بتبقى اقل حاجه، ولو عايزها وايد اوبن هتبقى كده. وطبعا لا يفضل ان هي تبقى مفتوحه قوي كده لان بتطلع كميه بخار كتيره جدا، ولكن الفليفر بيبقى ضعيف جدا، فبرضه طبعا ينصح ايه ان انت تقفلها شويه. دي الهيد نفسها من الجنب كده مضلعه، ومن ظهرها مكتوب عليها اسباير بروتس ميني. من هنا سوكت الشحن طبعا تايب سي، ودي الشاشة الرئيسية. خمس تكات بتفتح طبعا، اول ما بتفتح هتلاقي من هنا ايه عمالة تنور كده، وانت بتاخد نفس بتلاقي ايه الاضاءة دي برضو عمالة تلعب. ممكن اوريها لك تاني. 1 2 3 4 5. جميلة. طبعا هنا انا مش مركب الكارتج اللي فيها الكويل، فطبعا هو مش قاري مقاومة، هو هنا على طول بيقرأ المقاومة بتاعت الكويل، وفي الدايرة دي هنا بيبين لك الوات اللي بتشرب عليه، وطبعا الباف كاونت، ثم فاضل قد ايه من البطاريه. الاسهم اللي تحت ده من هنا بيزود وده بيقلل، ده يعني بلس وده ماينس. طبعا في الجهاز هنا مفيش منيو، ولكن لو تكيت 3 تكات هنا 1 2 3 بيدخلك على مستوى الاضاءه بتاعه الجهاز، برضو تحكم فيها بلس اور ماينس. الجهاز ده بيتشحن طبعا تايب سي، وبطاريته 3000 ملي امبير، والماكسيمم وات بتاعه 80 وات. الكويلين بقى اللي بيركبوا في اللي بيبقى جاي اوريدي مع الجهاز ده بيبقى مقاومه 0.25،
وفي واحد تاني 0.17 ولكن مش جاي مع الجهاز ده، الكويل التاني اللي بيركب. طب طريقه الملي بقى للكارتج ايه؟ اولا هتلاقي مكان هنا جلده تفتحها، طبعا في مكان واسع جدا للازازه اللي انت تملى منها، فطبعا انت المفروض بتميلها للجنب وبتملى لحد اول مستوى للكويل هنا، مش بتملاها كلها والا هتبقى معرضه ان هي طبعا تعمل تسريب عليك. فانا هملى دلوقتي وهوري لك، طبعا هستخدم فص عويس، هوري لك تملاها لحد فين. لو انت شايف كده فانا مليتها لحد الحد المعدني بتاع الكويل. طبعا زي اي جهاز لو انت مليه لاول مره لازم تستنى حوالي ربع ساعه علشان الكويل يتشرب تماما بالليكويد. تمام، هنركب بقى الكارتج كده على الهيد. اول ما بتركبها بتلاقي هنا على طول بتنور، وهو انا بيقول لك ده نيو كويل، هو المقاومه بتاعته 0.25 0.28 تبقى في الرينج ده. هتقول له تمام، فقرا على طول ان هي تشتغل على 45 واط. طيب ايه الاختلاف بقى عن البروتس نيو؟ خلينا نفتح بقى البروتس نيو لحد ما الكويل هنا يتشرب تماما بالليكويد. زي ما كنا قلنا في البروتس نيو هو كلهم نفس الديزاين اللون الاخضر ده، وبيبقى كاتب لك اللون اللي هو الفعلي اللي موجود جوه، بيبقى جايبه لك بس في دايره كده. بيجي طبعا معاها مانيوال برضو في طريقه الاستخدام، وده شكل الهيد طبعا اكبر بكتير جدا واتقل. يعني بص الفرق ما بين الحجم وما بين الوزن، طبعا اتقل بكتير. هنا بطاريته 5700 ملي امبير، في حين طبعا زي ما قلنا في الميني هي 3000 بس. الكارتج هنا بتكفي لحد 25 ملي، وحجمها كبير وشكلها مختلف خالص. ده شكل القعدة اللي بتركب عليها الكارتج، ودي كده من هنا. هنا بقى في دي مش بتميلها، انت بترفع عادي من هنا تلاقي مكان كبير ان انت تملى منه ليكويد، وبتملاها من فوق عادي جدا مش بتميلها. وبرضو الاير فلو موجود من فوق، تتحكم في كمية الهواء اللي داخل. برضو من هنا نفس الفكرة ان هي فيها الجلدة دي راكبة علشان تركب على اي جهاز شيشة. ما فيهاش بقى زراير او حاجة بتتحكم فيها، ولكن وانت بتشرب هتلاقي الجزء ده بينور. فدي تعتبر يعني الفروقات ما بين النيو وما بين الميني. طبعا الميني هي الاصدار الاحدث، وهي دي اللي احنا يعني مليناها وهنجربها النهاردة، فيلا بينا. طبعا كمية الكلاود دي نادرا ان انت ممكن تلاقيها في جهاز فيب طبيعي. احنا ركبنا الهوكا هيد على شيشة عادية جدا في المكان الجلد اللي هو اللي كان راكب في الهيد من تحت، ده بيتوصل على الراس اللي بتاعت الشيشة عادي جدا، وبتتملى مية وعادي جدا، وانت بتستخدمها هتلاقي بخار ما بين المية وما بين الهيد. ودي نقطة لازم تاخد بالك منها ان هي فعلا زي الشيشة العادية، لازم بعد شوية تقعد تنفخ كده الدخان اللي موجود علشان ما تلاقيش النفس اللي بعد كده كان جامد عليك شوية او حامي شوية. ناخد نفس تاني برضو. طبعا كمية الاير فلو اللي هنا كبيرة جدا جدا، وكمية البخار اللي انت بتاخده كتير، فانت تستخدم ليكويد ماكسيمم من 0 لـ3 نيكوتين، اوعى تكتر عن كده. نتكلم بقى عن مميزاتها وعيوبها، وهنبدأ المرة دي بالعيوب. الجهاز ده ما يعتبرش بوت سيستم، ما ينفعش ان انت تاخده معاك في العربية، ما ينفعش ان انت تاخده معاك في المكتب تحطه في جيبك، ده محتاج ان انت يكون عندك في البيت، تاخده معاك الساحل. هو حاجة مش بورتبل، فحاجة ما تقدرش ان انت تاخدها معاك على طول لو انت نازل مع اصحابك القهوة مثلا ورايح كافيه مع اصحابك، ان انت تاخد الشيشة بتاعتك معاك وتروح تستخدمها في القهوة. لكن الميزة لو انت شخص بتتنقل دايما بالشيشة بتاعتك التقليدية، فجهاز زي ده افضل بكتير واقل ضررا طبعا بكتير، واسهل في الاستخدام من ان انت تجيب المعسل معاك والحجر وتغسله والفحم وتولع نار فين وكل الهيدك بتاع الشيشه ده. وحاجه تانية للناس اللي بتحب احساس الشيشه، انت خلاص كده مش هتبقى محتاج ان انت تغير ولعه، مش هتبقى بتشرب وبعد شويه الطعم بيتحرق منك في كل حجر، لا هو كويل عادي جدا بتستخدمه وبعد فتره الكويل بيتحرق فبتغيره خالص بكويل جديد. ولكن المهم جدا طريقه ملي الليكويد، ان احنا زي ما قلنا ما يتملاش اكتر من مستوى الحديده ده، علشان لو اتملى كله ده هيسبب لك ليكينج، وهتلاقي الليكويد بيطلع وبيقع على الجهاز وهيعمل لك غرمقه سوداء. يعني قوه بقى الفليفر بتبان اول ما تقفل الاير فلو من اول النص، اكتر من كده وهيطلع بخار كتير جدا جدا، ولكن الطعم هيبقى ضعيف، خصوصا لو انت متعود ان انت تشرب الليكويد ده على بود بتاع شيشه، او لو معاك مود وتانك ريبيلد بقى، فانت هتلاقي فرق كبير
لحد ما تبدا تقلل الاير فلو فتبدا تلاقي الطعم بيوضح معاك. الجهاز كمان ميزته ان هو سهل جدا، ما فيهوش تعقيد، ما فيهوش اوبشنز كتير، هو يدوبك باور بس وبتعلي وبتوطي، ومجرد ما تملى الليكويد بتركب وتشرب على طول، فما فيهوش تعقيدات او كلكعه. ولكن تاني هو مناسب جدا للناس اللي مفتقده احساس الشيشه، او واحد عايز ينزل القهوه وعنده القهوه بتاعته، فهو فعليا مناسب جدا للناس اللي مش فارق معاها موضوع البود، او عادي هو معاه بود شيشه ولكن بيحب الفيلينج بتاع الشيشه واللي والكركره وعايز يعيش المود ده، بس مش عايز الاضرار بتاعت الشيشه الرهيبه الموجوده في الشيشه التقليديه. غير كمان انك لو انت في البيت او لو انت حاطه في اي مكان مش هتبقى متزاول بقصه الفحم والولعه وان هي تتخبط فالفحم يقع على الارض يحرق سجاده والكلام ده كله. انت طبعا بتتعامل مع حاجه سمارت وبتتعامل مع حاجه اقل اضرار بكتير، هو يعتبر بود ولكن في هيئه راس الشيشه، يعني اللي هي الهوكا هاد. وطبعا بما اني انا جربت الجهاز فلازم حد من حبايبي المتابعين برضو يجي له فرصه ان هو يجرب نفس الجهاز ده. عندنا هيد تانية بلون مختلف هتطلع هديه، فعلشان تدخل على السحب تعمل ايه؟ مظبوط، كومنت هنا على اليوتيوب وكومنت على البوست على الانستجرام، وتاكد ان انت متابعنا على كل المنصات، وانفعل زرار الجرس وعمل لنا فولو وعمل لايك وعمل سبسكرايب والحاجات الحلوه دي كلها. شكرا واشوفكم على خير.